مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة النهاردة حلقة متنوعة وهامة جدا من أكتر من محافظة، لكن الموضوع الأول معنا النهاردة هو موضوع مميز ومصر مميزة فيه جدا، وهو مهرجان العسل. الحقيقة وزارة الزراعة أطلقت المهرجان العسل المصري في نسخته الثانية بحديقة الأرمان يوم الأربعاء مستمر لمدة 5 أيام. النهاردة هنتكلم عن هذا المهرجان ودوره في دعم صناعة العسل في مصر، خاصة أن كان فيه مشاركة كبيرة جدا خلال الأيام اللي فاتت، حوالي 100 عارض شاركوا في المهرجان. احنا معنا المهندس محمد هجرس، وهو أحد النحالين المهمين في مصر واللي حياتهم كلها في صناعة النحل والعسل. باشمهندس اهلا بحضرتك، ربنا يخلي حضرتك يا رب. عاوزين حضرتك تتكلم اكتر عن مهرجان العسل، ايه العوائد اللي ممكن تعود على صناع العسل او الصناعات المتعلقه بصناعه العسل من خلال هذا المهرجان؟ طبعا احنا بدايه بنشكر معالي وزير الزراعه السيد القصير على رعايه وزاره الزراعه لهذا المهرجان. طالبنا كتير من سنوات كتيره ان يبقى في مهرجان زي ده، للاسف كنا بنشوف مهرجانات زي دي في دول عربيه او دول خليجيه او بره، واحنا بلد في الحضاره اول بلد ربت نحل واول بلد انتجت العسل مصر، وما كانش عندنا مهرجان مصري للعسل. اتعمل نسخه منه الاولى كانت في حديقه الميريديان السنه اللي فاتت، وكانت برعايه وزاره الزراعه برضه. المره دي اتعملت في حديقه الارمان ورعايه وزاره الزراعه، وافتتحوا معالي رئيس قطاع الارشاد الزراعي دكتور علاء عزوز. دي طبعا حاجه كويسه جدا. المهرجانات ديت فائدتها ايه؟ فائدتها ان احنا بنعرف المستهلك ان في عسل مصري، ان مصر دوله رائده في انتاج العسل، احنا عندنا اكتفاء ذاتي من العسل. طلبات العسل في ظل وجود جائحه كورونا زادت بنسب كبيره جدا، بل تضاعفت في العالم كله. الدول اللي ما عندهاش تربيه نحل كبيره اضطرت انها تستورد كميات عسل مهوله من بره، وما قدرتش ان هي تغطي عسل لاحتياجات الناس، والاسعار غليت. احنا الحمد لله في جائحه زي ديت الاسعار ما غليتش، والمنتجين المصريين اشتغلوا، الناس ما حستش ان واشتغلنا في ظل ظروف صعبه جدا. فتره الحظر كان في اهم موسم للنحل، موسم الموالح والبرسيم في شهر 4 و5، والناس كانت بتقابل مشاكل كبيره جدا بالتحرك بالسيارات في خلال الحظر، ودخلت وزاره الزراعه ودخل رئيس قطاع الانتاج الحيواني كذا مره ان هو يطلب الدكتور طارق سليمان، طلعوا منشور للكمين وكده ان عربيات النحل تتحرك ومبقاش عليها حظر، لان النحل ما بتنقلش الا بالليل. فدي كلها مشاكل قبلت القطاع، الناس اتغلبت على المشاكل ديت، والحمد لله انتجنا والناس ما رفعتش الاسعار، اسعار ثابته في السوق زي ما هي، والناس استهلكت عسل بكميات كبيره اكبر من الاول، وبدا الناس يظهر على القطاع. بعد موضوع كورونا ده في قطاعات كتير هتبدا تندثر، وفي قطاعات هتبدا يعني تظهر على الساحه ويبقى لها اهميه، زي القطاع ده، قطاع تربيه النحل وانتاج العسل. العسل من المواد المهمه جدا في رفع معاناه الانسان. ايه الجديد السنه دي في معرض مهرجان العسل؟ الجديد يعني ايه المختلف عن السنه اللي فاتت؟ الجديد السنه اللي فاتت كان حجم الشركات المشاركه كان صغير. السنه دي لاول مره بنشوف نحالين، النحالين ديت صغيرين مشاركين بترابيزات. الاول كان شركات كبيره، لا المهرجان ده فيه شركات كبيره ونحالين صغيرين. في نحالين اصلا مش مشاركين جم في المهرجان، النحال بيجي يبص بيشوف الباكينج، بيشوف التغليف، بياخد فكره، بيشوف انواع العبوات، بيشوف الناس بتعمل ايه. كل دي حاجات بترقى بفكر النحال ان هو يتحول من نحال صغير ان هو يبقى شركه وعنده توزيع ويبدا يوزع، يعرف المعاملات الكويسه لانتاج النحل. كان في عندنا مشكله كبيره جدا ان النحال بينتج عسل كويس بس ما بيعرفش يعبيه. دلوقتي بقى انت عندك مهرجان بتشوف كل الشركات بتعبي ازاي، تقدر تتفرج في مكان واحد على كل حاجه، من اول الانتاج لاخر حاجه، والشركه دي بتعبي ازاي، والشركه دي بتشتغل ازاي، والشركه دي بتسوق ازاي، وحجم العبوات واسعارها. دي كلها بتفيد النحالين، وتاني حاجه بتفيد المستهلكين. انت شايف كل الناس قدامك في مكان واحد وبيتنافسوا، وكل واحد بيحاول يعرض ارقى حاجه عنده عشان خاطر يعني ياخد الزبون بتاعه، يعني ياخد الزبون ويستحوذ على اكبر كميه. طبعا حديقه الارمان مهرجان ظهور الربيع كان بيزوروا في الحديقه دي حوالي 500,000 زائر، فالمكان كويس وفي مكان حيوي، في اقبال على المهرجان، في اقبال كبير. الناس يعني النهارده كان تاني يوم، الناس كتير اكتر من اول يوم كمان، ولسه بكره الجمعه كمان ناس كتير هتزور، ودعوه من خلالك ان كل الناس لازم تزور طبعا. في انشطه كتيره جدا على هامش المهرجان منظمها تحت رعايتنا اتحاد النحالين، تحت رعايه اتحاد النحالين العرب. الانشطه ديت في ورش عمل،
في محاضرات بتتعمل من دكاتره التغذيه عن فوائد العسل واستخدامها، وفي ورش عمل للنحال الصغير بيعلموا الاطفال التلوين وازاي والخليه والملكه وشويه اكتيفيتي كده وريماس يعني. النهارده فازت طبعا بالمسابقه في تذوق العسل. فدي ريماس بنت حضرتك الناس تفهم بس تعرف مين تتكلم عن مين. دي حاجات كويسه ان طفل يعني انا نحال وجايب بنتي عشان خاطر تتفرج وتشوف، وكان في مسابقه بيدوقوا العسل ويشوفوا انواعها، لما طفل مثلا يدوا له معلقه دي عسل ايه مواد، عارف عسل عارف ايه ده انواع بسيم، ده عسل ايه عسل حبه البركه. الثقافه دي مهمه جدا، لان الطفل او ابنك لو حب العسل وعرف ان في انواع من العسل، في برسيم وفي موالح، والموالح بيبقى في كم نوع من العسل؟ الفيتامين سي هو اهم عسل في مصر، البرسيم والموالح، وفي بقى عسل زي عسل السدر. العسل السدر طبعا للاسف كل الناس مش فاكره ان السدر في اليمن وفي كشمير السعودية. وفي السعوديه، لا احنا عندنا سدر من اول سوهاج كده واسيوط وانت نازل لحد اسوان، جوده عالميه. ودي اكتر حاجه كانت يعني ابهرتني في المهرجان، ان في ناس نحالين جايين من الصعيد يعرضوا العسل بتاعهم. يعرضوا العسل بتاعهم جمله يعني على الشركات، وبداوا يسوقوا. دايما الناس دي كانت بتنادي الحقونا احنا عندنا عسل كويس جدا بس مش لاقيين حد نسوق. يشتريه. هم طب دلوقتي السؤال جم المهم، في اول يوم باعوا كل انتاجهم تقريبا. ما شاء الله، السؤال المهم، هل احنا بالنسبه لتصدير العسل هل ده متاح للنحالين هنا انهم يصدروا العسل، وهل يعني ما فيش حظر على العسل المصري في بعض الدول؟ هو متاح يعني العسل المصري بيروح امريكا، بيروح كندا، بيروح جزء اللي هو بتاع ماليزيا وكل اسيا وشرق شرق اسيا، اسيا، وبيروح الخليج بكميات كبيره جدا، وممكن تصدر منه لتركيا، مع ان بقى تركيا بتنتج عسل بس بيستوردوا برضو انواع عندنا معينه، الانواع الغامقه دي مش موجوده هنا. فلكن الاماكن الوحيده اللي بنصدر لها على استحياء وكميات صغيره هو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي شروطه شويه في العسل صعبه، بيشترطهم ان يكون، والحل في ايد وزاره الزراعه، وبرضه بالنادي برضه من خلالك، ان اشتراطاتهم ان يكون فيه نظام تتبع للمناحل في مصر، ان كل منحل مش اي حد يعمل منحل وخلاص، على الاقل لا تتبع يعني في عينات بتتاخد بتتفحص، السيرتيفيكيت بتاع النحال بتتجدد كل 6 شهور، وبعد فحص العينات من الخلايا ومن الشمع ومن العسل، ولو في اثبت ان في متبقيات مبيدات السيرتيفيكيت بتتلغي. كل نظام التتبع ده هم الاوروبيين بيشترطهم في البلد اللي استوردوا منها يكون موضوع. فالموضوع ده لو وزاره زي اللي الزراعه بيحصل في المزارع، لو يعني وزاره الزراعه ساعد فيه مزارع الفاكهه كلها بيحصل لو فيها ساعد التتبع. فيه وبدات تعمله هنصدر كميات كبيره جدا لاوروبا. ايه التحديات اللي بنواجهها في صناعه العسل في مصر، وايه الحلول او ايه الحاجات اللي ناقصه ومحتاجينها خلال الفتره الجايه؟ والله هو اهم تحدي لينا كان هو التسويق. ففكره مهرجان زي ده حلت شويه من التسويق، وبدات يعني ان شاء الله بعد كام سنه هيبقى المهرجان ده كبير، وتقريبا كل الاسر هتبقى مستنيه المهرجان ده عشان تاخد العسل بتاعها ان شاء الله في خلال سنتين او 3. الحاجه اللي بنقدمها ان اتمنى ان وزاره الزراعه يعني تخلي المهرجان ده على خريطه معرض الزهور، يبقى مع معرض الزهور كل سنه مهرجان العسل المصري برعايه وزاره الزراعه. دي هتبقى حاجه كبيره جدا، معرض الزهور بيزوره ناس كتيرة جدا، وهتبقى فايدة كبيرة جدا للنحالين. ونداء من خلالك ان يكون المهرجان ده على هامش معرض الزهور الربيع. ده نداء يعني مطلب للنحالين بعد نجاح المهرجان، وشايفين الناس وفي المكان ده النحالين كلها بتطالب ان معرض الزهور يكون على الهامش بتاعه مهرجان العسل. وكان في دعم اكبر من وزاره يكون الزراعه دعم وجهات اكبر المسؤوله. يا ريت. الحاجه الثانيه بقى موضوع الامراض والحاجات دي، بنتمنى ان قسم البحوث يركز شويه في قسم بحوث العلاجات النحل التطبيقيه. قسم بحوث النحل اللي تابع مركز الوقايه، ان يركزوا في العلاجات معهد التطبيقيه، وقايه النباتات. يعني عايزين البحوث تتطبق. في مشاكل كتير في النحل، في امراض الناس مش بتعرفها، فعايزين الناس دي تبقى يعني تتواصل شويه مع النحالين، تنزل تاخد عينات، يشوفوا ايه الامراض. احنا انا قلت كذا مره ان في وحده ذات طابع خاص بتبيع عسل تبع المركز، انا عايز وحده ذات طابع خاص تبيع العلاجات بتاعه النحل، تفيد النحال بعلاجات النحل، لان استيراد علاجات النحل ده صعب. لكن انا وزاره الزراعه لما تبعت لاي شركه بره عشان تجيب علاج هتجيبه بسهوله، لكن انا كشركه عشان يجي عاوز تسجيلات وعاوز صحيح. عايز موارد كبيره، لكن هم يقدروا يعملوا كل ده، يقدروا يعملوا علاجات بسيطه جدا من مواد طبيعيه او احماض، ويعملوا لها باكينج، ويعملوا معاها نشرات، ويعملوا توعيه للناس، زي ما بنشوف حملات لمكافحه اي امراض كتير جدا في كل طبعا. الخضر والفاكهه، يبقى في برامج لمكافحه امراض النحل. السؤال المهم جدا وانت اتكلمت عليه في الاول، كورونا والنحل، ايه العسل الفوائد بتاعته، وايه ابرز الانواع العسل اللي ممكن تفيد في زياده المناعه؟ هو العسل عموما بكل انواعه مهم جدا في رفع المناعه، اما كان ان هو يعني الوقايه خير من العلاج. انت لو خدت معلقه عسل كل يوم فيها مجموعه فيتامينات كتيره، فيها احماض امينيه، فيها مضادات اكسده، كل الحاجات دي موجوده في معلقه العسل. ربنا قال فيه شفاء للناس، يعني تركيب العسل
بحر كبير، يعني عشان تجيب كل المكونات لحد دلوقتي في مكونات ومركبات في العسل مش عارفينها بتاعت ايه. فربنا يعني اوحانا للنحله ديت وسخرها لينا عشان تنتج لنا المنتج ده. هي بتجمع الرحيق من الزهره وتحط عليه الانزيم يبقى عسل فيه شفاء للناس. فمجرد ان الناس يبقى وجبه اساسيه، ودي معلش هي حاجه مهمه جدا، ان معدل استهلاك الفرد في مصر مثلا حوالي ربع كيلو في الشهر، فده معدل كبير. في دول تانية زي في بعض دول الخليج معدل استهلاك الفرد بيوصل ل2 و3 و5 كيلو. فده حاجه قليل بقى. فبالنادي برضو لكل الاسر اجعل معلقه العسل او طبق العسل او معلقه العسل كل يوم الصبح حاجه اساسيه في حياتك، زي الميه كده وزي الهواء اللي تشربه. لو كل الاسر طبقت الكلام ده لا هنحتاج ان احنا نروح بالاطفال لدكاتره، ولا الناس الكبار هيحتاجوا لدكاتره. هتلاقي صحتك على طول مش بتتدهور، هتلاقي جهاز المناعه عندك قوي، هتلاقي معدتك ما فيش فيها اي التهابات او اي شيء، لان العسل بيفيد في الحاجات دي جدا جدا جدا. ودايما انا بقول الاهتمام بموضوع انتاج العسل بيقينا ان احنا نفتح مستشفيات. يعني لو صرفت على المجال وتنميته احسن ما تصرف بعد كده حاجات كتير مستشفى. يعني كده بشكر حضرتك جدا باشمهندس محمد هجرس، احد اهم النحالين في مصر وصديق للبرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك. كمان مشاهدينا معنا مداخله مهمه جدا من الاستاذ محمد عالم الدين ابو عميره، وهو احد اصحاب مبادرة في إحدى قرى الصعيد، وهي في بلدي قرية أولاد سلامة بمركز المشاب محافظة سوهاج. هذه القرية الحقيقة عانت على مدار السنوات اللي مضت كلها بعدم وجود مستشفى، والمستشفى اللي كانت موجودة فيها توقفت عن العمل من سنين طويلة. الحقيقة ده تسبب في مشكلة كبيرة جدا، خاصة أن قرية أولاد سلامة بتخدم 4 قرى تانية. احنا معنا استاذ محمد عالم الدين هيتكلم معنا عن المبادره، وهنوجه من خلاله مناشده مهمه جدا للجهات المسؤوله في وزاره الصحه في سوهاج وفي القاهره. استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، اولا اهلا بيك، واهلا طبعا باهلنا في اولاد سلامه وفي محافظه سوهاج، وهذه المبادره اللي قمت بيها انت ومجموعه من الشباب، منهم عصمة أبو الديب عميرة ومنهم أكتر من حد تانيين. عاوزينك تتكلم أكتر عن المبادرة، وعاوزين توجه رسالة أو المطالب اللي عند حضرتك لوزارة الصحة في عجالة. في رسالة حضرتك، أنت طبعا اتكلمت عن القرية، طبعا هي مجلس قروي أولاد سلامة بتضم 4 قرى زي ما قلت حضرتك، وهي قرية الشواولة أولاد سلامة والدناجلة والخنانسة. فإحنا طبعا كانت موجودة عندنا مستشفى أولاد سلامة تم تجديدها عام 2000. تمام. المستشفى دي طبعا كانت فيها متكاملة الأجهزة، بس طبعا كانت منحة لم تكتمل. بالنسبة للوحدة الصحية عندنا اتقفلت من أكثر من 13 سنة. من 13 سنة حضرتك ما فيهاش طبيب بالوحدة الصحية، يعني الوحدة الصحية الخاصة بالقرية. الخاصة بالقرية، وخاصة بضم طبعا الأربع قرى التانيين. طبعا مفيش دكتور، مفيش دكتور للوحده حضرتك. امال انتوا لما تحبوا تروحوا مستشفى بتروحوا فين؟ على اقل شيء بنمشي يعني 6 كيلو، يعني مواصلات طبعا خاصه حضرتك، يعني وعبء على المواطنين، وكل المطلوب يعني هو بس ان هو طبيب مقيم بالوحده الصحيه للقريه. واحنا بمجهوداتنا الذاتيه بنكمل الناقص في الوحده، يعني حضرتك كل حاجه جاهزه، بس مطلوب من الوزاره انها تسهل لنا وتجيب لنا طبيب مقيم بالوحده الصحيه بالقريه. وزي ما قلت لحضرتك، احنا كلمنا احد المسؤولين مدير الاداره الصحيه بمركز المنشاه الدكتور محمد علي سليم، ومتواجد هو معانا ومتابع معانا، بس المشكله في ان هو طبعا في حاجات ما يقدرش يعملها، يعني كل حاجه مش ما يقدرش يعملها الحاجات دي. يعني انتوا يا استاذ محمد بتطالبوا، وانا بطالب معاكم، لان القريه قريتي، احنا بنطالب وزاره الصحه وهي الدكتورة هالة زايد، وبنطالب الجهات المسؤولة وإدارة المستشفيات، وبنطالب وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأنه يتدخل ووفر طبيب ووفر أجهزة لهذه المستشفى اللي بتخدم 4 قرى، بتخدم آلاف الأسر والمواطنين في هذه القرى. تفضل أستاذ محمد. معلومة لحضرتك بس، معلش، يعني هي الأجهزة موجودة في الوحدة. إحنا بس رممنا الوحدة وقمنا بإعادة طبعا تأهيل. احنا معانا الصور، احنا بنعرض الصور كمان معانا، يعني اتفضل يا استاذ. تمام. دي مبادرة من الشباب قرية أولاد سلامة،
بنتم فيها طبعا اعاده تاهيل وتجميل بلدنا، مبادره تجميل بلدنا. تمام، المبادره اللي قمنا بيها تمام، لان احنا عندنا احنا بنعاني، يعني احنا بنعاني من عدم وجود طبيب مقيم في الوحده، وزي ما قلت لحضرتك ده مجلس قروي بيضم 4 قرى. ان شاء الله يا استاذ محمد احنا احنا بعد الحلقه يا استاذ محمد هنتواصل مع وكيل وزاره الصحه في سوهاج، ونتواصل مع وزاره الصحه في القاهره، وهنوجه هذا النداء وهذه الاستغاثه. شكرا جزيلا لك استاذ محمد علم الدين ابو عميره، وشكرا لاهالينا في قريه اولاد سلامه بمحافظه سوهاج، وان شاء الله باذن الله يكون في استجابه من وزاره الصحه والجهات المسؤوله، وهنوجه هذا النداء وهنتابع خلال الحلقات الجايه اخر تطورات في هذه المبادره. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، هنطلع نشوف تقرير مهم جدا من محافظه المنوفيه مع مزارعين مركز منوف، نجحوا في عبر السماد الحيوي في انهم ينتجوا فاصوليا متوقع انها توصل ل2 طن للفدان الواحد انتاجها. هذه التجربه هنطلع نشوفها، وان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، ومعكم شعبان بلال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده احنا معانا تجربه جديده للدكتور محمد فتحي سالم وشركه رويال جرين تكنولوجي ومنتجات نوفا بلس ونوفا كي في تسميد المحاصيل الزراعيه المختلفه. النهارده احنا معانا محصول مهم جدا، محصول خضر، وهو محصول الفاصوليا مع الحاج جمال المرزوقي من قريه فيشه الكبرى بمركز منوف محافظه المنوفيه. حاج جمال اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا، منورين حضرتك النهارده. حاج جمال، احنا شايفين تجربه زراعه الفاصوليا باستخدام السماد الحيوي نوفا بلس ونوفا كي. الحقيقه النتائج زي ما حضرتك قلت قبل ما نسجل، نتائج عظيمه جدا، وفي اختلاف عن استخدام الاسمده الكيماويه الثانيه. عاوزين نعرف من حضرتك يعني الفاصوليا اللي احنا فيها دي عمرها قد ايه، وايه بدايه تعرفك وتعاملك مع سماد الحيوي نوفا بلس او نوفا كي؟ ازاي تعرفت عليه؟ بدات ازاي؟ هل ده اول موسم ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين طبعا قاره فيشه الكبرى محافظه المنوفيه. طبعا نوفا كي ونوفا بلس ده منتج بالنسبه لنا لسه حديث خالص، في اول زراعه نجربه في الموسم الزراعي الشتوي ده. بالنسبه ل وضبنا الارض توضيبه كويسه، بالنسبه للحرس والسماد والتجهيز تعرفنا على النوفا بلس من طريق عن طريق الاستاذ طارق بدوي ابو خديجه، منتج جديد بالنسبه له، فعرض علينا المنتج وبدانا نطش الارض بالنوفا بلس. بالنسبه للفدان بياخد جركنين اثنين، جربنا طبعا كانت الزراعه الحر طبعا ازينه شويه السنه دي، بس الحمد لله في بعد الري الثانيه اما رشينا رشه النوفا كي ابتدى المحصول، ابتدى الرشي بان اظهر واكثر على المحصول، والحمد لله زي ما انت شايف المحصول بالنسبه اللي عمره النهارده شهر في الارض او 35 يوم عدى مرحله الخطوره بالنسبه له، فالحمد لله رب العالمين. احنا تجربه جديده بالنسبه لنا، وهنشوف هنشوف انتاجها اكتر بعد المحصول ان شاء الله. طب حاج جمال، يعني ايه الاختلاف اللي حضرتك ملاحظه في الفاصوليا اللي عمرها 35 يوم عن الفاصوليا اللي عمرها 35 يوم ولم يتم فيها استخدام نوفا بلس او نوفا كي او السماد الحيوي الخاص بالدكتور محمد فتحي سالم؟ ايه الخلاف بالنسبه لحضرتك كمزارع ومزارع بتزرع من سنين طويله؟ والله بالنسبه للاختلاف انا شفت فاصوليا برضه جنبي هنا برضه قصد في البر الثاني، الفاصوليا نفسها نسبه الخضار ونسبه التسمير بالنسبه للزهور عاليه جدا هنا بالنسبه لي، وارتفاع الساق باين عندي عن المحصول الثانيه او بين عن الارض الثانيه، علو المحصول عالي عن النوع الثاني، فاحنا بنجرب بالنسبه للنوفا بلس، وان شاء الله يكون فاتحه خير على القريه كلها وعلى المحافظه كلها بالنسبه للمنتج ده.
احنا معانا الدكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركه رويال جرين تكنولوجي. دكتور هشام صلاح اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك شعبان، والحمد لله على السلامه ونورت المنوفيه. حضرتك النهارده احنا في تجربه جديده لمحصول الفاصوليا. الحقيقه السنه اللي فاتت تقريبا صورنا محصول الفاصوليا اثناء عمليه الحصاد وكان في نتائج مبهره، والنهارده في انتشار جديد لشركه رويال جرين تكنولوجي في مركز جديد وفي قريه جديده، قريه فيشه الكبرى بمركز منوف. عاوزين نعرف من حضرتك يعني كلمنا عن هذه التجربه، هذا المحصول في عمره 35 يوم بهذا الشكل، يعني كلم لنا عن التجربه وعن المحصول. هي في الاساس احنا بنشتغل على خصوبه التربه، فبنشتغل على تربه خصبه طبعا نطلع نبات قوي، نبات زي ما حضرتك شايف في الصور دلوقتي ما شاء الله النموات خضريه ممتازه جدا. ايه دور السماد الحيوي في زياده مناعه النبات في مواجهه موجات الحر، سواء موجات الشتاء او موجات الحر؟ طبعا من خلال زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا بنشتغل على خصوبه التربه، كمان ان احنا بنخلي النبات مناعته قويه جدا ان هو يقاوم الامراض ويقاوم الافات الحشريه والفطريه. طبعا في الفتره ديت بنستخدم يعني في بدايه التزهير بنستخدم منتج اسمه نوفا كي، ده رش ورقي. الرش الورقي ده بيقوم بالدور اللي احنا بنتكلم عليه من شويه، ان هو بيكافح الجهاد الحراري زي مسمى العلم بتاعه انتي كولد ستريس بالنسبه للنبات، اللي هو كولد ستريس او عمليه الاجهاد ما بين درجه الحراره المرتفعه ودرجه الحراره المنخفضه، فده بيحصل اجهاد للنبات فالورق نفسه بيتحرق فبيحصل مشاكل فيه. وطبعا احنا عارفين ان الورق هو يعتبر هو المصنع للحبه الفاصوليا. دكتور هشام، يعني مقارنه هذا المحصول محصول الفاصوليا من خلال تجارب حضرتكم عن نفس المحصول سابقا في مواسم ثانيه في الانتاج، يعني لو قارنا محصول الفاصوليا بالسماد الحيوي مقارنة بمحصول الفاصوليا بالسماد الكيماوي، ايه الفرق بالنسبة للمزارع وبالنسبة للإنتاج وبالنسبة كمان لعملية التزهير؟ زي ما احنا شايفين برضو يعني دايما بحب اي شغل بيبقى باين عملي. عندنا ما شاء الله الابراج توصل لست وسبع ابراج، في الكيماوي لا تتعدى من ثلاث لاربع ابراج. الابراج اللي هو الجزء اللي بيطلع فيه اللي هو القرون بتاعه الفاصوليا، تمام؟ فدي كلها دي مؤشرات ان احنا الحمد لله عندنا هيبقى يكون على الاقل ضعف انتاج الكيماوي، وكمان انتاج ذو مواصفه عاليه خاليه من اي مبيدات، خاليه من اي مبيدات مسرطنه، خاليه من اي سموم فطريه. طبعا يعتبر من ده منتج تصدير رقم واحد وغذاء امن للشعب المصري. طبعا الشعب المصري له مننا كل خير ولازم حقه علينا ان هو ياكل اكل نظيف واكل صحي واكل امن. حتى كمان لما نيجي نعظم زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا نيجي نعظم عمليه التصدير هيبقى عندي منتج يقدر ينافس اي منتج تاني لاي دوله بتنتج نفس المحصول، لان انا عندي مواصفات قياسيه الحمد لله بتكلفه اقل. يعني حتى لما تيجي تبص دلوقتي التكلفه عندنا اللي مقارنه بالكيماوي احنا تكلفتنا اقل، احنا بجد نكون نص تكلفه الكيماوي. شغلنا في متابعة نوفا بلس ونوفا كي والأسمدة الحيوية لشركة رويال جرين تكنولوجي. معانا كمان الدكتور محمد عادل وهو خريج كلية الزراعة جامعة المنوفية وبيجري دراسة ماجستير عن الفرق في استخدام أو في زراعة المحصول الفاصوليا بين الأسمدة الحيوية نوفا بلس ونوفا كي وبين الأسمدة الكيماوية العادية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ شعبان. أهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني عاوزين نعرف من حضرتك إيه دوافع دراسة حضرتك لهذا الموضوع، ليه بدأت هذه الدراسة، إيه اللي دفع حضرتك إنك أنت تشتغل على هذه الدراسة في رسالة الماجستير الخاصة بي؟ تمام. هو في البداية الأسمدة الحيوية خدت شهرة واسعة جدا من حيث إن هي نوع من أنواع الزراعة الأورجانيك، فهي الزراعة الأورجانيك معروفة في مصر إن هي بسبب كل الأمراض اللي بانت في الظهر في المحاصيل مؤخرا، فده الاتجاه حديثا ان احنا ايه نتجه للزراعة الأورجانيك عشان نقلل من ايه يعني نوصل للزراعة النظيفة. معروف عن الزراعة الحيوية في مصر او في العالم عامة ان هي بتدي محصول نظيف بس مش بالإنتاجية اللي بتديها الزراعة التقليدية، فلما منتج زي نوفا بلس او نوفا كي يدي محصول نظيف بس بالإنتاجية نفس الإنتاجية ويمكن أعلى بكتير كمان، لا دي حاجة بقى إيه لازم نفهمها. فكانت هي دي
المنطلق ان احنا نعمل رساله ماجستير على الموضوع ده عشان نفهم بقى اللي بيحصل ده بيحصل ازاي، ايه اللي بيتم في التربه، ولان هو بان كمان وظهر كمان ان المركب ده بيأثر على النبات في مقاومه الامراض، بيديله المقاومه الجهازيه المكتسبه السيستميك اكواتيك ريزيستنس. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، وان شاء الله يكون لنا لقاء بعد انتهاء رساله الماجستير والخروج بنتائج علميه، يعني نخلي المزارعين يطمنوا اكثر والجهات البحثيه الثانيه تستعين بتجربه حضرتك البحثيه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذ شكرا. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله تابعونا في برنامج من سيزرع المليون في حلقات تجارب جديده للسماد الحيوي والزراعه العضويه للدكتور محمد فتحي سالم، وان شاء الله يكون في لقاء ثاني مع الدكتور محمد عادل بعد الانتهاء من رساله الماجستير. شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا في برنامج من سيزرع المليون. أفريلاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفريلاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية.